بكل الأحوال جبل تروبيك بقى تحت السيادة المغربية، والمغرب يعي مصلحته كويس بدليل انه بيحدث السور البحري والجوي، وكمان بيوقع اتفاقيات حماية مصالحه وزيادة حلفائه في إشارة منه انه مش ناوي يستغنى عن حصته في الكنز اللي فعليا هيميل بالكفة لصالح الاقتصاد المغربي وهيخليه يدخل بكل ثقة نادي الكبار. وكمان مخزون جبل ده من الكوبالت بيكفي ان المغرب تصنع 270 مليون سيارة كهربائية، يعني حوالي 54 ضعف من مجموع العربيات الكهربائية اللي موجودة في العالم كله دلوقتي. حلقة النهاردة اللي بتحكي ازاي ان الصراع العالمي اساسه اقتصاد واستغلال ثروات الدول ومقدرات شعوبها، وازاي بين يوم وليلة ممكن دولة لا تملك اي نفوذ دولي فجأة تكون هي القوي والمسيطر وكل الدول تتهافت عليها وتكون محور جذب استثماري وعلى رادار كل الشركات الضخمة عالميا وكمان الدول والقوى العظمى، لمجرد بس ان فجأة بقى عندها اللي عايزاه اي دولة هو الثروات والكنوز. حلقة بطلتها المغرب اللي بتلعب اقتصاد بشكل مختلف مؤخرا. المغرب فجأة بين يوم وليلة أصبحت جزء من صراع أمريكي روسي صيني، ثلاث دول بتتقاتل عليها حرفيا، والموضوع بدأ يتطور. المغرب أصبحت حرفيا على رادار كل الدول وكمان الشركات الضخمة بس بشكل مختلف، وده لما لقت الكنز جبل تروبيك. ومش تروبيك وبس، ده في جبل تاني أضخم. طب تعالى بدون ما نطول عليك نعرف قصة جبل تروبيك ده إيه، وإيه هو الجبل الجديد، وليه بيسموه جبل الذهب أو الكنز الأسود، وقصة الصراع اللي حواليه، وحكاية أسطول المغرب الجديد اللي بتبني للجبل ده مخصوص. وسؤال مهم، هو فعليا الجبل ده ملكية خالصة للمغرب ولا هيكون محور صراع دولي وخاصة مع إسبانيا وألمانيا، وعلاقة العملاق مرسيدس بالقصة دي؟ طيب بحضر 50 تشاي بتاعتك، ويريت متابعينا في المغرب يحضروا لنا أتاي معاهم بالمرة، بقيت أعرف أنطقها. يلا دردش في حلقة النهاردة بس بمزاج، وخد بالك شايلين ليك كذا معلومة مفاجأة أو شبه مفاجأة جديدة. يعني قصة النهاردة بدأت في أواخر 2016 بداية 2017 لما قدرت سفينة الأبحاث البريطانية جيمس كوك، واللي كانت بتستكشف الأحياء البحرية وبتقوم بعمليات بحث جيولوجي، لأنها وبالصدفة البحتة وهي بتعمل عمليات مسح لأعماق السواحل الجنوبية للمغرب، قدرت تكتشف جبل بركان كان نشط من أزيد من 119 مليون سنة. الجبل ده على عمق 1000 متر تحت سطح البحر. ركز بقى معايا في الارقام عشان مهمه قوي في الحلقه دي بالذات، هيتحدد عليها حاجات كتير وهقول لك ازاي دلوقتي. الجبل ده حضرتك في موقع اسمه السرطان على بعد اقل من 100 كيلومتر من سواحل المغرب الجنوبيه في المحيط الاطلسي. خد بالك من المعلومات دي واللي مش كتير يعرفها، وده اللي اكدته مقاله منشوره او بمعنى صح مستخبيه في موقع ديسكفري. الجبل ده واحد من مجموعه جبال، يعني في سلسله جبال من نوعيه الجبال البركانيه كانت موجوده على جزيره وغرقت. حسب المقالة فاللي تم اكتشافه هو جبل واحد بس من ضمن سلسلة ما زالت غير معلومة من الجبال، وبيعتقد ان المغرب بيخفي باقي معلومات الجبال التانية. ده مش جبل عادي، ده كنز. حسب دراسة صادرة عن معهد علوم المحيطات والمعهد الهيدروغريفي للبحرية الأسبانية، فجبل تروبيك بيحتوي على احتياطيات ضخمة من معادن غالية ونادرة زي الكوبالت والتريليوم، واللي بتستخدم في صناعات إلكترونية وتكنولوجية معقدة، وفي صناعة الألواح الشمسية والشرائح الإلكترونية والكبسولات المتفجرة. معدن الكوبالت كمان بيستخدم في مجالات زي تكرير البترول وغيرها. بحسب الدراسة اللي مش عايزك تستهون بيها وهقولك ليه دلوقتي، فمخزون جبل تروبيك من التريليوم بس حوالي 10% من الاحتياطي العالمي للمعدن النادر ده. كمان مخزون جبل ده من الكوبالت بيكفي ان المغرب تصنع 270 مليون سيارة كهربائية، يعني حوالي 54 ضعف من مجموع العربيات الكهربائية اللي موجودة في العالم كله دلوقتي. الجبل ده فيه معادن غالية وباحتياطيات ضخمة من معادن البريوم والفانديوم والنيكل والرصاص. ده اللي كلنا نعرفه عن الجبل. ايه بقى اللي ما نعرفهوش؟ اللي ما نعرفهوش منشور في مقال تحليلي في الفاينانشال تايمز، في تقرير تحليلي من تقارير العيار التقيل، بيقول ان الجبل ده هيغير مستقبل المغرب الصناعي والتنموي، وانه قادر على تأمين استثمارات للمغرب توصل لحوالي 300 مليار دولار اذا ما احسنت المغرب استغلال كل ثروات الجبل ده. المقال كشف عن ان المغرب تتكتم عن جبل اخر بالقرب من جبل تروبيك، لكن الجبل الثاني وبرغم من انه تحت سطح البحر برضه الا انه بيحتوي على احتياطيات ضخمه جدا من الذهب ومعادن نفيسه نادره. المقاله اشارت ان في كمان معادن نادره بتستخدم في نشاطات اشعاعيه. قالت كمان ان الجبل ده واحد من ضمن ما لا يقل عن 7 جبال ثانيه، بالاضافه ان المنطقه من الجبل وحتى السواحل المغربيه غنيه باحتياطيات ضخمه من المعادن دي.
في معلومة مهمة كمان بحسب المقالة دي واللي نقلت الكلام ده عن مصادر دبلوماسية أمريكية، فإن كل اللي تم الإعلان عنه من احتياطيات معادن هو أرقام تقديرية، وإن الحقيقي أكتر بكتير، وإن في تكتم من المغرب للإعلان عن الاحتياطيات الحقيقية لدرجة إنها استوردت سفن بحثية خصيصا وعشان تعرف بنفسها دون غيرها الاحتياطيات الحقيقية للكنوز والمعادن دي. على فكرة احنا عملنا سيرش حلو قوي على التفاصيل والمعلومات المنشورة على الجبل ده وما لقيناش كم معلومة اللي فاتوا دول. مقال تحليلي بقى عجبني قوي منشور في ذا تايم البريطانية، بيأكد ان المغرب بدأت تنشئ او انشأت بالفعل اسطول بحري بس مش عسكري، ده اسطول بحثي مكون من 10 سفن هي الاحدث في العالم مصنعة خصيصا للمغرب. امكانياتها ضخمة، صناعة يابانية بتصنعها شركة ميتسوبيشي اليابانية ومتخصصة في تكنولوجيات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية. كمان السفن دي قادرة تسهل التنقيب البحري على عمق بيفوق 1000 متر. السفن دي عبارة عن مدن بحثية عايمة فيها معامل مختبرات ومراكز بحث وتحليل وتقصي وكمان مجهزة بأحدث الأساليب والوسائل التكنولوجية. المغرب فعليا تسلمت أول سفينة دي بقيمة 480 مليون درهم مغربي للسفينة الواحدة اللي هي حوالي 54 مليون دولار أمريكي. السفينة دي اسمها الحسين المغربي. باقي المقالة التحليلية اللي اتكلمنا عنها من شوية في الفاينانشال تايمز، المقالة هنا بتشاور على نقطة مهمة جدا، وهو أن المغرب بدأت تنفيذ صفقات عسكرية من العيار التقيل قوي، وبدأت عمليات تحديث لأسطولها خاصة في سلاح الجو وسلاح البحرية الملكية المغربية. وده هو مش الجبل ده ملكية مغربية يا عاصي؟ لا حضرتك، الموضوع مش كده. مع اكتشاف المغرب للجبل ده بدأ نزاع دولي عليه، حتى الدول اللي مش موجودة ضمن النطاق الجغرافي للجبل. في صراع رهيب ما بين امريكا والصين وروسيا على الجبل ده. عايز اقول لك ان بريطانيا والمانيا وفرنسا والهند والصين وروسيا وكوريا الجنوبيه وكمان تركيا بيشوفوا ان من حقهم استغلال الثروات المعدنيه الكبيره في الجبل ده عن طريق الحصول على تراخيص استغلال مشتركه، وحجتهم في كده ان الجبل ده موجود خارج المياه الدوليه، او بمعنى صح في المياه الدوليه خارج مجال السياده المعترف بها للدول المجاوره ليه سواء المغرب او غيرها، ده حسب اعتقادهم. عايز اقول لك ان المانيا اللي في اقصى اوروبا نفسها دخلت في نزاع وتضامنت مع اسبانيا اللي بتدعي ملكيتها للجبل ده من المغرب. كمان وكنوع من الضغط بدات تطلع بتصريحات معاديه لقضيه الصحراء المغربيه في الاتحاد الاوروبي، وتصعد الموضوع في مجلس الامن لما لقت ان المغرب مياله اكتر للتعاون مع شركات امريكيه لاستخراج ثروات الجبل ده. ببساطه لو جيت شفت القانون الدولي وحبيت تطبقه على ارض الواقع فيما يخص ترسيم الحدود البحريه المغربيه، هتلاقي ان المغرب بيشمل أقاليم الصحراء الغربية. بموجب الكلام ده فالمغرب ليه امتداد بحري طوله 22 كيلومتر في المياه الإقليمية، بالإضافة 35 كيلومتر من المنطقة المجاورة للمياه الإقليمية و370 كيلومتر من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكمان امتداد الجرف القاري بيقدر ب350 ميل بحري. يعني المغرب ليها حق في المياه الملاصقة لشواطئها بمسافة 648 كيلومتر، ده بحسب قانون ترسيم المياه البحرية التابع للأمم المتحدة والعالم كله معترف بما فيهم أسبانيا وألمانيا. طبعا بحسب القانون البحري فمسافة 648 كيلومتر اللي كسبتها المغرب كحدود بحرية يبقى ليه الحق في استغلال المجال الجوي والسطح البحري والعمق البحري والأرض اللي بيتواجد في العمق البحري ده. هنا المغرب يبقى ليها الحق رسميا في استغلال الجبل ده والجبال التابعة لأنه ضمن حدودها. جبل تروبيك بيبعد 500 كيلومتر من سواحل الصحراء المغربية، وده حسب القوانين الدولية. ومن هنا يبدأ ماتش الشطرنج اللي أدارته المغرب بحرفية، لأن بحسب تقرير الواشنطن بوست فالمغرب لعب لعبة غاية في الذكاء، وده لما جه في 22 يناير سنة 2020 وانتزع ملك المغرب تصديق مجلس النواب والمستشارين المغربي على مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية وإقامة منطقة اقتصادية بمسافة 200 ميل على طول السواحل المغربية. مشروع القانون ده بموجبه بيفرض المغرب سيادته البحرية على المنطقة اللي من ضمنها جبل تروبيك اللي بيقع على بعد 400 كيلومتر من جزر الكناري اللي بتحتلها أسبانيا، وبالتالي أبلغ المغرب مجلس الأمن والأمم المتحدة بقراره وتم إقرار الحدود فعليا. هنا بقى اعترضت أسبانيا بشدة على المشروع وشككت في الشرعية القانونية للترسيم ده وأخدت عينات من الجبل وقالت إن العينات دي متطابقة مع جزر الكناري ومش من تربة إفريقيا، ولعبت على وتر أزمة الصحراء المغربية وادعت إن الصحراء المغربية غير معترف بها دوليا بأنها تحت السيادة المغربية في الأساس وعشان يكون معترف بالجبل القريب منها. وطبعا ده مش حبا في جبهة البوليسارو، أسبانيا عملت كده لفرض سيطرتها على جبل التروبيك واستغلال موارد المغرب البحرية. قصة ما انتهتش هنا خالص حضرتك، لا، لأن المغرب أخد قرار لصفقة أتقل، وده لما انتزع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
وقامت منطقة اقتصادية أمريكية في مدينة الدخلة اللي موجودة قريب من جبل التروبيك، وكمان عملت مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية ما بين الجيش الملكي المغربي والجيش الأمريكي، وده على مقربة كمان من جبل التروبيك. أمريكا كمان حريصة حضرتك إنها تحارب النفوذ الصيني في المغرب، الصين اللي هي ثالث أكبر مستثمر في المغرب بعد أمريكا وأوروبا. قدمت حضرتك بمشروع للمغرب بإنها تكون جزء وجزء الأهم من طريق الحرير الصيني ده، طريق تجاري. الصين بتفكر تستغل شراكتها مع المغرب عشان تستفيد من موقعها الجغرافي قريب من أوروبا، عشان تصدر بضايعها انطلاقا من ميناء طنجة لأوروبا وإفريقيا، مرور بقى عبر مواني شبه الجزيرة الليبية والسواحل الجنوبية للمغرب، وصولا لموريتانيا وخليج غينيا. المهم ان هو الطريق طويل وهيفيد المغرب جدا وهيفيد كل الدول بتاعها في شمال افريقيا. ده حضرتك حرك امريكا انها تدعم المغرب وتتواجد فيها استثماريا وتدعم حقوقها في جبل التروبيك، لانها خافت انه يتحول التعاون الاستراتيجي الصيني مع المغرب لوجود عسكري صيني عند بوابه القاره الافريقيه وعند الحدود الجنوبيه لاوروبا. وطبعا لا يمكن حلف شمال الاطلسي يقبل بالشكل ده. بكل الاحوال جبل التروبيك بقى تحت السياده المغربيه، والمغرب يعي مصلحته كويس بدليل انه بيحدث السور البحري والجوي، وكمان بيوقع اتفاقيات حمايه مصالحه وزياده حلفائه في اشاره منه انه مش ناوي يستغنى عن حصته في الكنز اللي فعليا هيميل بالكفه لصالح الاقتصاد المغربي، وهيخليه يدخل بكل ثقه نادي الكبار ويقف على كنز ضخم من الدولارات وكنز اضخم من الاستثمارات والشركات العملاقه اللي ممكن تدخل المغرب تحت مسمى استغلال ثروات التروبيك.